السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فيديو جديد، وفيديو اليوم راح يكون عن أفضل لاعب محترف في العالم. طبعاً أنا ما أتكلم عن اليوتيوبرية ولا أتكلم عن ستريمرز، لا أتكلم عن لاعب محترف بمعنى الكلمة، يعني شارك في بطولات ببجي الرسمية. ففي هذا الفيديو راح نتعرف على هذا اللاعب وراح نشوف لقطات من لعبه والإعدادات اللي يستخدمها، وبالأخير المفاجأة الكبرى اللي هي الطريقة اللي يلعب فيها هذا اللاعب، لأن تابعت اللاعب في البطولة وتابعت الاحتراف وكمية الاحتراف اللي يمتلكها هذا اللاعب، وبعدين شفت الطريقة اللي يلعب فيها وتفاجئت صراحة لأنها طريقة جدا غريبة. إذا كنت متابع جديد على القناة لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا كنت مشترك لا تنسى زر اللايك. بسم الله نبدأ. بارا بوي، واسمه الحقيقي هو زهو، لاعب صيني عمره 16 سنة فقط، طالب مدرسة سحب على مدرسته وترك دراسته وانضم إلى فريق XQF الصيني كلاعب محترف في شهر مارس 2019. طبعا هذا اللاعب كان غير معروف أبدا لحد هذه السنة وبالتحديد الأشهر الخمسة الماضية، فشارك في بطولة TGA الصينية وجاب فيها أعلى معدل قتل، بعدين شارك في بطولة ببجي في الصين اللي هي البطولة الرسمية واللي تعتبر أقوى بطولة في العالم، حتى أقوى من بطولة العالم بالنفس، وجاب فيها أعلى معدل قتل ب30 كل خلال البطولة. وبعدها فريقه شارك في بطولة ببجي العالمية ودخل التصفيات، وأيضا نفس الموضوع حصل على أعلى معدل كل وساهم في تأهل فريقه إلى النهائيات، وفي النهائيات بالنفس ختمها ب41 كل، واللي يعتبر رقم قياسي ورقم خرافي. يعني اللاعب داخل في بطولة رسمية ويواجه لاعبين محترفين ويخرج ب41 كل، فهذا شيء غير طبيعي. وهذا المعدل اللي هو 41 كل كان أكثر عن كلات فرق مجتمعة، يعني مثلا فريق سول الهندي اللي هو المرشح الأبرز للفوز هذه البطولة، لو جمعنا كل لاعبين أو أعضاء الفريق راح توصل 33 كل فقط، بينما هذا اللاعب بنفسه 41 كل. فأنتم متخيلين كمية الاحتراف عند هذا اللاعب، ومع احترامي للفرق المشاركة في البطولة، فبارا بوي ما كأنه داخل بطولة رسمية، لا كأنه داخل روم مع كلانه ومع أصدقائه. وعموما فريق XQF الصيني اعتمد في تحصيل النقاط على الكل أكثر من المركز. للأسف ما حصلت فيديوهات كثيرة لهذا اللاعب بما أن اللاعب جديد على السوشيال ميديا، ثاني شيء اليوتيوب عليه حظر وعليه قيود في الصين، فاللاعب يبث على منصات صينية والقليل جدا من فيديوهاته يوصله لليوتيوب، واللي هي ما تظهر قدرة اللاعب الحقيقية. لكن أريدكم تركزوا على حاجة مهمة جدا في هذه الفيديوهات، اللي هي قدرة التصويب والتحكم في الاهتزاز عند هذا اللاعب، واللي تعتبر قدرة جدا رهيبة. فهذا اللاعب ما عنده أي مشكلة في التحكم بجميع الأسلحة وبكل السكوبات، لأنه تحكم في الارتداد عنده غير طبيعي أبدا. وأنا متأكد إذا شفت اللاعب لأول مرة وما تعرف عنه أي شيء أكيد راح تقول عنه هاكر، لأنه بالفعل إيمو مثل الهاكر بالضبط. واللاعب ملقب بكينج الدي بي لأنه يستخدم الدي بي بشكل كبير، وعنده تحكم خرافي جدا في اهتزاز الدي بي، وأيضا من الأسلحة اللي يستخدمها الأسلحة المفضلة عنده اللي هو سلاح الM16 وسلاح الM4. طبعا سلاح الM4 مشهور كثير عند الصينيين، تحصل كل الصينيين يستخدموا هذا، وحتى بعضهم يستخدموا سلاحين M4 في نفس الجيم. حاجتين تميز بارا بوي عن معظم اللاعبين المحترفين، تحصل معظم اللاعبين المحترفين إذا كانوا في حالات صعبة أو مواجهة ضد سكوادات تحصلهم متنرفزين ومتوترين، أما بارا بوي لا، تحصله ماخذ الأمور بكل بساطة وياخذها إيزي ويواجه الخصم ويقلد الخصم بكل سهولة. الحاجة الثانية اللي هي دقة التصويب عند هذا اللاعب، واللي اعتبرها أفضل دقة تصويب عند أي لاعب في اللعبة بالكامل، فمعظم الطلقات اللي تخرج من سلاح بارا بوي على طول في جبهة الخصم، وهذا يسمح له في التفوق في معظم المواجهات المباشرة، لدرجة أنه معظم اللاعبين يخافوا مواجهة هذا اللاعب خصوصا في بداية المباراة، إذا شافوا بارا بوي يهربوا عنه، خلوه لنهاية الجيم، خلونا نحصل المركز بعدين نواجه بارا بوي، لأنهم عارفين أنهم في معظم الحالات راح يخسروا في مواجهة بارا بوي ومواجهة فريق XQF عموما. بعد ما شفنا قدرة ومهارة اللاعب في اللعبة، خلونا نشوف فيديو هاند كام للطريقة اللي يلعب فيها هذا اللاعب، فراح نشوف الفيديو بعدها نعلق على هذه الطريقة.
الحاجة الأولى اللي هي واضح إن اللاعب يستخدم إصبعين فقط، كل هذا التصويب، كل هذا التحكم في الاهتزاز، يعني إذا شفت هذا اللاعب راح تقول أكيد إنه اللاعب يستخدم 4 أصابع، بينما هو يستخدم إصبعين فقط. وسبحان الله معظم اللاعبين المحترفين اللي يستخدموا إصبعين تحصل عندهم أسرع ردة فعل وقدرة تصويب جدا عالية. الحاجة الثانية واللي هي تفاجأت منها استخدام اللاعب للجايروسكوب. معروف إنه كثير من اللاعبين يستخدموا الجايروسكوب، لكن يستخدموا الجايروسكوب مع الأصابع في نفس الوقت، بينما هذا اللاعب يعتمد اعتماد كامل في التصويب والتحكم في الاهتزاز على الجايروسكوب 100% جايروسكوب. الإصبعين يتحكم فيها بالتحرك ويستخدم فيها الأزرار مثل القفز والانبطاح وغيرها من الأزرار، بينما التصويب والاهتزاز 100% جايروسكوب. فهذه حاجة أول مرة أشوفها شخصيا في لاعب. قبل لا أنهي الفيديو حاب أذكر حاجتين استفدناها من هذا اللاعب. الحاجة الأولى اللي هي عدد الأصابع، فعدد الأصابع ما يهم، تلعب 2 أصابع، تلعب 3 أصابع، تلعب 4 أصابع، لأنه كثير من اللاعبين المحترفين مثل كوفين وعندك روبو هذا اللي يلعب 2 أصابع فقط، وراح تحصل عندهم ردة فعل غير طبيعية وتصويب وتحكم ودقة جدا عالية. فأهم شيء أنت متعود على الطريقة اللي تلعب فيها ومرتاح للطريقة اللي تلعب فيها، ما مشكلة جرب 2 أصابع، جرب 3، جرب 4، وشوف إيش هي الطريقة الأفضل بالنسبة لك. الحاجة الثانية اللي تعلمناها من هذا الفيديو اللي هي منتشرة بشكل كبير جدا عندنا، أي لاعب شاف لاعب أفضل عنه في سواء في التصويب أو اللعب عموما على طول يقول عنه هاكر، وهذا شيء راح تلاحظوه في فيديوهات اليوتيوبرز العرب مثل مليون روزز، ابن سوريا، صبيحة وغيرهم. لو دخلتوا على التعليقات راح تلاحظوا الكثير من المتابعين يتهمهم باستخدام الهاك، فما بالك لو شافوا فيديوهات بارابوي والقدرة العجيبة عند هذا اللاعب ايش راح يقول عنه. ومع احترامي لليوتيوبر سواء العرب او الاجانب، فقدرة التحكم عندهم تعتبر لا شيء مقارنة ببارابوي. كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان فيديو اليوم عجبكم. اذا كنت متابع جديد على القناة لا تنسى الاشتراك، واذا كنت مشترك وعجبك الفيديو لا تنسى زر اللايك. الحين قبل ان الفيديو راح احطكم مع بعض اللقطات اللي ما ذكرتها وما شفتوها في هذا الفيديو. شكرا جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.